to Allah, Allahumma inni asaluk, mein Allah a gaya, jo isme zaat hai, baqi sifat ke liye phir aage kehna shuru kare, Allahumma inni asaluk, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد. اس کے بعد پھر جو مدعا ہو کہ مجھے شفا دے, میرے حال پر رحم فرما, میری مغفرت کر دے, تو اپنا مدعا, اپنی عرضی, اپنی درخواست مالک کے حضور اس کے بعد اپنی زبان میں پیش کرے جسے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہو, بول سکتا ہو, اردو میں, گجراتی میں, دنیا کی کسی بھی زبان میں.